تحولت احتفالات التشيكيين الاثنين بالذكرى 25 على انهيار الشيوعية إلى منصة للاحتجاج على سياسة الرئيس الحالي ميلوس زيمان وطلبوه بالاستقالة. الحرس الرئاسي فتح المظلات لحماية الرئيس من البايض الذي ألقاه المحتجون. الرئيس ندد بفعلتهم. الرئيس الألماني الذي حضر إحياء الذكرى تلقى أيضا هدية حسب تعبيره، بيضة في رأسه من أحد المشاركين. ومرة أخرى حاول الحراس فتح مظلات كبيرة لحماية عدد من القادة الذين شاركوا بالمناسبة. ويبدي التشيكيون غضبهم من الرئيس الحالي بسبب انجرافه مع المواقف الروسية السياسية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والأزمة الأوكرانية. الآلاف خرجوا في مركز العاصمة براغ رافعين البطاقات الحمراء لإحياء انطلاق الثورة المخملية وسقوط الشيوعية عام 1989، والتي أتت بالرئيس فاسلاف هافل إلى الحكم وانفصال التشيك عن سلوفاكيا بعد أن كانت جمهورية واحدة. إبان حكم الشيوعية سميت تشيكوسلوفاكيا.